بس مساء الخير اعزائي المشاهدين والمشاهدات الكرام، مرحبا بكم معنا في هذا المباشر. مرحبا بكم، كي دوزتوا نهاركم؟ كي دازت الاجواء؟ من عندنا المتابعة، نعرفوا منين كديروا معنا المتابعة ديالكم. سلام للعشاء، سلام خويا محمد حياة، مرحبا بكم. من كي داز النهار ديالكم؟ دار الأجواء الفتوى، مرحبا بك. ايام بنعيشها، شكرا جزيلا على هذه النصيحة. لا ماشي انا اللي صايق، صديق مرحبا بك. خويا عبدو مرحبا، اهلا وسهلا بك اخي حياة من أمستردام، مرحبا بكم. مشارف مدخل ثلاثة قدرة، أبو صفوان مرحبا بك عزيز خويا، الله يسلمك أخويا. طريق السلامة، الله يكفيك. أستاذ أشرف، إيوا أخويا جايين نشوفوك أخويا، ما ترحبش بينا، ما تعرض علينا ما والو. هشام مرحبا بك اخويا، مدينة الدار البيضاء. الله يسلمك اخويا ابو صفوان، شكرا جزيلا على حياة. الله يلا بخير، الحمد لله. يوم متعب، يوم متعب مرهق، كيخلي عندك واحد النوع ديال الارهاق كثير تا هو شويه. سي حسن السلام عليكم، مرحبا بك. ابو صفوان من مدينه الصويره، مرحبا بك. سيدي محمد فين غاديين؟ غادي للاسفي، غاديين للاسفي. هشام خويا طريق سلام، الله يسلمك اخويا. والو خويا غادي نمشي نشوف هاد السيد هذا كي كيبغى يضوب. الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق. ها هو كان الخط متصل، هو بدا الضوب. لاش بطبيعة الحال سيارة الدولة، سيارة الجامعة هذيك، خليه يكسيري. امين خويا هشام. بدي غادي اخويا ب 80، ها هي 80 80 80 يا اخي، مرحبا بك خويا حامي مبارك من بروكسل المهدي الملاح عائشة، مرحبا بكم، مرحبا بكم في هذا اللايف. ياسين الله يكبر بك اخويا، ترحب بك الجنة ان شاء الله. كنشكرك على هذا الترحيب ديالك. مرحبا لالا رانيا، اقترحي وحنا معك، اقترحي لالا ونناقشوا معك. الميلود تحية لك من الديار السعودية، مرحبا اخويا ميلود. علاش لي ما نديروش اخويا دوره في حي الكورس؟ مرحبا على الراس والعين. الله يا ودي خويا هشام من مدينه مراكش، تحيه الناس ديال مراكش، تحيه الناس البيجا.
ايوا شنو غنديرو في اس جي؟ مفاجآت حصرية، روبورتاجات حصرية، مواد إعلامية حصرية. ارتقبوا معنا إن شاء الله. ناخو يا رمن، 8 صباحا، إضافة إلى ليلة بيضاء في عمل ميداني تحقيق متواصل. باش نقول لكم كنت شويه غادي نبدا نعاود لكم شنو كان وجد. خلوني ساكت، خلوني ساكت عفاكم. مامون خويا شكرا بزاف اخويا. لا 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 ما صايقش، هانتوما باش تطيقوا، انا ماشي انا اللي صايق، ماشي انا اللي صايق يا اخوان. ما نقدروش نسوقوا حنا في هذه الحاله هذه اللي هي اصلا السياقه في حاله تعب وخطر. الحمد لله ما كتفيق انت عيان. تحية لك يرم ال من خنيفرة، تحية الناس خنيفرة، تحية الناس الأطلس، ميدلت، كناس، الريش، راشدية، الفود، الريصاني، تحية لكم بزاف. الفاسي الفاسي اشنو جايين نديرو في اسفي؟ ايوا سي الفاسي لك تيم سبع، راه حنا متواجدين معكم في اي مكان، ورا كتشوفوا المواد والتغطيات اللي كنقوموا بهم حتى لمدينة اسفي. ياسين شرفي الله يكبر بيك اخويا، كتسنانا في المحطة، الله يكبر بيك اخويا. زروال خويا من مدينة مكناس كيسولنا على الاحتفالات ديال العيد المولد النبوي. ان شاء الله غادي يكون معكم النقل مباشر ان شاء الله باذن الله. خويا عادل من السعودية كوجه التحية لنا، الله يكبر بيك اخويا. يونس خويا شكرا جزيلا. لا احنا غادينا اخويا غير شوية ان شاء الله. خديجة طريق سلمى الله يسلمك اختي، الله يكبر بيك. عبد العزيز خويا تتا بالمثل. سي محمد الله يحفظك ليا. لا ماشي وقفة الاخوان راكم فاهمين، غير على ود الكونيكسيون الارسال ضعيف شوية فقط، هادشي علاش. جماعة مرحبا بك. صافية كنتمنوا انكم تخلوا لنا رسائل عبر الصفحة الرسمية ديال قناة شوف تي في في فيسبوك، اللي تشرحوا لنا فيها اي مشكلة عندكم تواصلوا معنا، وحنا غادي نقوموا ان شاء الله بالتغطية ديال الحدث. يا الناس كرسيف مرحبا بكم اخوتي. ربي يخليك اخويا اسماعيل. لا لا يخطيك اخويا.